فشل علاقة الحب وشو بصير بعدها؟ أزمة العلاقات العاطفية، ليش صار عمر الحب قصير كتير؟ وليش بيفشل وشو بصير بعدها؟ مش إشي سهل تحكي عن الحب، بس بنفس الوقت مش إشي معقد. إذا بتطلع حواليك رح تلاقي مليان زي وصفات الأكل عن كيف تمشي بعلاقات غرامية، وكمان نصائح حول إنه كيف تحافظ على حب أو زواج دافي. وأكيد شفت كتير شخصيات بتقول إنها مختصة بهذا النمط، خصوصا مع اللي بنعيشه في واقعنا من تفكك وهشاشة في العلاقات، وصاروا يعطونا زي كبسولة الدواء كيف نحب ونتعامل مع المحبوب، أو حتى كمان كيف تخلص منه. التاريخ مليان قصص الحب، ويمكن عشانها من التاريخ بتلاقينا لما نقرأ عنها بتلاقيها بتحمل هالة خاصة في مضمونها، وبصير في حالة من النوستالجيا، الحنين للماضي، لأنه فيها الحب النقي وإنه مستعد يموت عشان المحبوب، زي ما صار في أشهر قصص الحب مجنون ليلى، قيس بن الملوح. العبرة اللي اقترنت فيها الحب الخلود أو الاستمرارية في القصص الحب التاريخية، حتى كمان إنه يموت ويترك نقش في الذاكرة ما بتغيب ويكون أصيل. فعشان هيك أنا بترك الموضوع عندكم، تدوروا على الحب الأصيل وكيف كان أصيل وليش استمر.